في ظل توتر إقليمي متصاعد وهجمات متكررة تشنها الفصائل على القواعد الأمريكية، تنعقد الجولة الأولى للحوار الثنائي بين بغداد وواشنطن لبحث إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. يقول بيان حكومي إن عسكريين متخصصين سيتولون ذلك في إطار اللجنة العسكرية العليا المشتركة، واعتماد جدول زمني لإنهاء المهمة العسكرية الدولية والانتقال إلى علاقات ثنائية أمنية وشاملة مع الدول الأعضاء في التحالف. لكن واشنطن تضع على طاولة المفاوضات ثلاثة عوامل تبنتها بغداد للمضي إلى اتفاق إنهاء مهمة التحالف، وهي التهديد الذي يشكله داعش والمتطلبات العملياتية والظرفية ومستويات قدرة القوات العراقية، عوامل ستقود إلى شراكة أمنية مستدامة بين البلدين بحسب البنتاغون. فيما يضع العراق ثلاثة أسس للحوار وفق المتحدث باسم الحكومة: الصراحة والثقة والتوازن. وبالتزامن مع بدء المفاوضات الموصوفة سياسيا بالشاقة، أعلنت الفصائل أنها ستواصل هجماتها ضد قوات التحالف، مؤكدة أن ما يجري يعد محاولة أمريكية لخلط الأوراق وقلب الطاولة عليها وكسب الوقت. على الأرض، يقول خبراء أمن إن بدء الحوار بين بغداد وواشنطن لا يعني خروج القوات الأمريكية في وقت قصير. وفي جردة للمواقف، فإن واشنطن لا تنوي سحب قواتها من العراق، وإنما إعادة توصيف وجودها، كما أن هناك أطرافا عراقية فاعلة تؤيد بقائها لضمان استقرار العملية السياسية ومنع أي تبعات قد تخرج البلاد من حيز التوازن في العلاقات إلى سياسة المحاور.